ذكرنا. ونختم بكلمة قصيرة نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله كما بلغنا هذا الشهر أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. نسأله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. لا شك أن المسلم حري به في مثل هذه الأيام أن يلهج لسانه بالثناء على الله أن الله بلغ رمضان. كم من إخوة أحبة كانوا معنا في العام الماضي وفارقونا ولم يبلغوا رمضان، فاحمد الله عز وجل أن الله مد في عمرك وأفسح لك في أجلك وبلغك هذا الشهر الذي لا تعلم كم لك من الدرجات والخيرات والحسنات في إصابتك لهذه الأيام والليالي المباركات. أمر الثاني أن يجمع الإنسان بين الشكر باعتقاد الله والثناء على الله وبين شكر العمل، وهو أن يحرص في هذا الشهر الفضيل على ذكر العظيم الجليل، على المسارعة في الخيرات والتشمير عن ساعد الجد في الباقيات الصالحات، وأن يعجل إلى ربه بخير يكون له نورا في قبره ونورا له في حشره ونشره وحجة له في الموقف بين يدي ربه. استكثر من أيام هذا الشهر من أفضل وأعظم ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه أن يدرك وأن يعلم أن الصيام شرع لعلة ولسبب، وهذا السبب هو أعظم الأشياء وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من حصل في صيامه هذه الغاية العظيمة فقد حصل الصيام في أعظم وأكمل وأجل ما يكون عليه الصوم، ألا وهي الإخلاص لله عز وجل. 30 أو 29 يوما مدرسة تعلمك أن تريد وجه الله عز وجل، تعلمك أن تعيد النظر في قولك وعملك، تعلمك أن تتجه إلى نفسك في اللوم إلى متى هذا النفاق وهذا الكذب وهذا الغش إلى متى وأنت تخدع نفسك، تعلمك كيف تريد الله وحده ولا تريد شيئا سواه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى هاهنا، ويشير إلى قلبه إشارة إلى الإخلاص. هذه الأيام كلها تعلمك أنك إذا قلت أو عملت أن تقول وتعمل لله، لأنك عبد لله ولست عبدا لأحد سواه. الأمر الثاني أنها تعلمك أن الطاعة سبيل أهل الصدق والصبر والتحمل والجلد، فرضت أو فرض الصيام بهذه الكيفية التي فيها عناء ومشقة لكي تتعود على الصبر على طاعة الله، الصبر على مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أعظم ما يكون الصبر أن تصبر عن هوى النفس، ولذلك أعظم امتحان للإنسان فيما يهواه. ومن هنا قرن الله جزاء النعيم في الآخرة وعلو الدرجة في الآخرة لمن فاز بهذه المرتبة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يستطيع الإنسان أن ينهى نفسه عن الهوى حينما تكون نفسه مستجيبة له، فإذا به يقهرها ولا يجعل هواه إلها وإنما يجعل نفسه تبعا له، وهذا تستفيده من خلال الصوم، لأن النفس تريد أن تأكل وتريد أن تشرب وإذا بك تمنعها. ومن امتنع عن الحلال من الطعام والشراب حري به أن يمتنع عن الحرام، حري به أن لا يأكل أموال اليتامى وأن لا يأكل الربا وأن لا يأكل أموال الناس ظلما. من امتنع أن يشرب من ماله وأن يأكل من ماله حري به 30 يوم أو 29 يوم يعلم كيف كف النفس عن حلال أحله الله له، حري به أن يبقى عمره يعف نفسه عما لا يحل له من أموال المسلمين. كذلك أيضا يعلمك هذا الصوم كيف تكبح جماح النفس فلا تتكلم إلا بخير ولا تعمل إلا خيرا. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يبتعد عن غرائز النفس
التي تتحرك فيكبتها، ولا يتحدث مع زوجتي بأمور تتعلق بالإثارة ونحوها، طاعة لله عز وجل. طيلة الآن له فسحة، لكن هذه الأيام ليس فيها فسحة، فيها امتحان، فيها اختبار، فيها ابتلاء. كذلك لا يسب الناس ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله قال إني صائم، إذا معنى ذلك أن هذه العبادة تعلم كيف يصوم لسانه، تعلم كيف يكون عفيف اللسان عن أعراض المسلمين، عن سبهم، عن شتمهم، عن اتهامهم بالزور، عن الوقيع في أعراضهم، في عقائدهم، في مناهجهم، في أفكارهم بدون حق وظلما وزورا. كل هذا يتربى به الصائم حتى يعرف أين يضع لسانه، وعندها يكون مسلما حقا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. في رمضان مواقف، لكن هنا موقف. تأمل أخي في الله، حينما تكون في اليوم في شدة الحر والقر وأنت في شدة الظمأ تمتنع من الطعام والشراب، فإذا بساعات النهار كل ما مرت ساعة كانت أشد من التي قبلها لأن الظمأ يشد، فإذا بك تأتي عند آخر ساعة وتقول سبحان الله. يقف الإنسان عند فطوره موقف المتأمل، موقف المتعب، المتدبر، المدكر، كيف مرت هذه العشر ساعات والاثنى عشر ساعة والأربعة عشر ساعة، بل في بعض الأحيان لخمسة عشر ساعة الصوم، كيف مرت مع ما فيها من العناء والتعب. فليسأل نفسه عند آخر لحظة منها ولسان الحال يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وذهبت الأجر إن شاء الله. هكذا ستقف في آخر لحظة من عمرك، ستقف إذا ذبلت الحياة وانتهى الأجل واستتم ما للإنسان في هذه الدنيا، وقد تعب ونصب في طلب العلم وفي تعلم العلم وفي العمل بالعلم والدعوة إلى العلم وفي الجد والاجتهاد، وقد تعب في مرضاة الله مسلما صالحا متمسكا بدينه مع الفتن والمحن والزنازل والقناقل، لا يريد إلا وجه الله، مستعصما بالله، مستمسكا بحبل الله، ثابتا على صراط الله. يقف عند آخر عمره وكأن لسان حاله كحال الصائم، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كل ما تجده من التعب والعناء في طاعة الله يا ولي الله في هذا الصوم يذكرك بكل شيء تعامل مع الله عز وجل، وأنك ستقف في آخر هذه الدنيا. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء الأتقياء الشهداء الذين يقفون على آخر أعتاب هذه الدنيا وقد رضوا عن ربهم ورضي الله عنه. يقف المسلم هذا الموقف في آخر يومه لكي يعلم أنه مهما كان من تعب ونصب فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وعليه فخذ من صومك ما يعينك على صلاح دينك ودنياك وآخرتك، وخذ من هذا الصوم مدرسة لك ولأولادك ولمن يقتدي بك، وكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما إماما في صومه، قدوة في قوله وعمله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.